كثيرة هي المواقف التي نحتاج فيها إلى التصرف بشجاعة، لأن الواجب يحتم علينا الوقوف في وجه الشر بصلابة وعزم. فعندما نحس بآلام الآخرين تجتاحنا ثورة من الغضب لا تهدأ إلا عندما يعود الحق إلى أصحابه من جديد. ليس بإمكاني أحد المرور من هذا الطريق دون أن يقع في شباكنا. هيا أعطني ما في جيوبك دون أي نقاش. لا أملك شيئا. أرجو أن تصدقنا، نحن فقراء ولا نملك نقودا أو حلي. كفى، لا تضيع وقتي بهذا الكلام الفارغ. أين أنت يا جون؟ لقد جاءك يفسد علي هذه الفرصة. ما بك يا جون؟ هل فقدت عقلك؟ سأدلكم على طريقة سهلة للحصول على النقود. حقا؟ أجل، سأدلك على ذلك مقابل أن تبقي على حياتنا. رائع، هيا تكلم جون. في صباح الغد ستمر عربة متجهة إلى قلعة ألوين محملة بالنقود والذهب. لقد استولى ألوين على كل ما نملك بحجة عدم دفع الضرائب، ولم نعد نملك شيئا. لقد أجبرنا جنود ألوين على ترك قريتنا وأهلنا رغما عنا. إنه رجل طماع وكاذب يدعي الحرص على مصالحنا وهو خلاف ذلك. أعرف ذلك. إن الطمع قد أعمى بصيرته ولم يعد يرى شيئا إلا المال. أجل، لم يعد لدينا ما نأكله، فلقد نهبوا محاصيلنا ولم يتركوا لنا لقمة خبز واحدة. إنهم أشرار ولا يعرفون الرحمة. مجرمون. يجب أن نقدم المساعدة لهؤلاء المساكين يا سيدي. حسنا. سأفعل شيئا من أجلهم. ما هي النتائج؟ اطمئني، لقد تفهم روبن قصة ذلك الرجل المسكين وطلب منه العودة إلى منزله. لقد تلقى وعدا من الجميع بتقديم المساعدة له. ولكننا سنتحول إلى لصوص من أجل ذلك. ليس لدينا أي خيار آخر. فعلا، إن الظرف موات للانتقام. صباح الغد سنشن هجوما على تلك العربة. وما هو المطلوب منا أيها اللورد؟ أريد منكم مرافقة هذه العربة من أجل تأمين الحماية اللازمة لها. ستكون محملة بالنقود والجواهر وأخشى أن يهاجمها أحد. لماذا لا تكلف جنودك بهذه المهمة؟ جنودي؟ لا يمكن. إن العربة ستمر عبر غابة الشرود حيث يعيش روبن وجماعته، ولقد رأيت أنكم الأجدر لتنفيذ مهمة كهذه. ومن أخبرك بأن روبن ينوي مهاجمة العربة؟ إنه مجرد افتراض فقط، وقد رأيت هذه الفرصة مناسبة كي تأخذ بثأركم منه. ولكنني لا أجبركم على فعل ذلك. كل ما في الأمر هو أنني أردت تقديم خدمة لكم كي تثأروا لزعيمكم من ذلك الوقت. وهل تريد تنفيذ مآربك عن طريقنا؟ أنا لا أنكر هذا، إنها مصلحة مشتركة فيما بيننا. إن روبن هينغتون خصمي كما هو خصمكم أيضا، لأنه قاتل جيربرت أيها الفارس. لذا عليك الانتقام لمقتل زعيمك من أولئك الأوغاد، وأعتقد أن فارسا مثلك لا يخاف الاشتباك مع بضعة أولاد. ماذا؟ موافقون؟ ألسن، أنا موافقة على هذه الفكرة يا ألوين، لأنني سأشفي غليلي من ذلك المجرم روبن. ألسن، بإمكانك الاعتذار عن مرافقتي إذا أردت ذلك يا جول. ألسن، لقد ذكرتني الآن بأخيك جيلبرت. أنت شجاعة مثله. أرجو أن تكوني على حذر.
لماذا قبلتي؟ إنها قضيتي. لا داعي للعجلة، أنا لا أثق بألوين لأنه انتهازي. بما أن حمولة العربة ستكون ثقيلة، لابد أنهم سيسلكون الطريق الرئيسية وقد يمرون من هنا. ولكن يا روبين، قد يخدعون ألوين بتغيير الطريق، وربما يسلكون طريقا فرعية. لا يمكنهم ذلك لأنها طرق ضيقة. معك حق، عليكم ألا تنسوا خبث ومكر ألوين، لذا علينا الحذر منه. مهما كانت خططه محكمة لن تثنينا عن متابعة ما عزمنا عليه. ولكن ألوين يتصرف بدهاء، وعلينا أن نحسب حسابا لذلك. أعتقد أنك على حق. مهما يكن فنحن مستعدون تماما، سننفذ ما اتفقنا عليه، سنهاجم العربة في الوقت المناسب. الجندي، عليك المحافظة على هذه النقود لأن جمعها لم يقم بالأمر السهل، إنها أموال الضرائب. لا أرغب في مرافقتك لي. لماذا؟ القضية تخصني، سأتدبر أمري يا جول. لا يمكنك مواجهة روبن هينغتون بمفردك يا آلسن. آلسن، اعذريني لأنني سأتهمك بسرعة الانفعال. وهذا يدعوني كي أكون إلى جانبك لأنك قد تواجهين متاعب كثيرة. سوف أصبح غنيا بعد ساعات. أنت رائع حقا يا ديالا. ما بك؟ هل جننت يا سيدي؟ هناك عدة دروب ومفارق طرق. أما زلت مصمما؟ ولكن إذا قمنا بهذا العمل سنصبح لصوصا مثل جون وعصابته تماما. لا أبدا، لن نصبح مثلهم. إن غايتنا من عملية السطو هذه هي استرجاع أموال الناس المساكين. إذن نحن أجل، نحن لسنا لصوصا ولن نكون أبدا يا ويل. إن موافقتي على المشاركة في هذه العملية نابعة من دافع إنساني شريف. لقد فهمت قصدك الآن، لذا سأكون إلى جانبك يا روبين. وين؟ سنخوض هذه التجربة معا. لماذا طلبت من فرسان الزنبقة الحمراء مرافقة العربة؟ إن لي غاية في ذلك، فأنا أثق بقدراتهم جيدا. إنهم تلامذة فارس جيلبرت. يا لمكرك يا ألوين، ألا تنسى شيئا؟ أنا أحسب حسابا لكل شاردة وواردة. الحذر واجب. Ha 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 ha
هم لقد جاءوا. هل شاهدتم؟ هناك عربتان. ولكن لماذا؟ إنها خدعة. لابد أن لورد ألوان قد دبر ذلك كي يضللنا. حدسي يقول لي إن المال في العربة السوداء. وما هو الإثبات؟ نظرا إلى خبرتي الطويلة في هذا المجال أستطيع القول إن ألوان قد وضع حراسة مشددة على العربة الفارغة، وذلك كي يبعد الأنظار عن العربة الأخرى التي تحمل المال فعليا. خطة ذكية. أنت عبقري يا سيدي. اخرس أيها الغبي، لو لم أكن ذكيا لما كنت الزعيم هنا في غابة شيرود. ينبغي علينا الآن أن نهاجم العربة التي يحرسها فرسان الزنبقة الحمراء. ولكن ربما يوجد المال في العربة التي تحظى بالحراسة المشددة، وهذا أمر غير مستبعد. ويل أيها الأحمق، لا داعي للاجتهاد، إن الأمر واضح، فأنا الزعيم هنا. ولكن ألوان ليس غبيا كي يلجأ إلى حيلة سخيفة كهذه. يبدو أنك تحسدني. سخيفة كهذه. يبدو أنك تحسدني على ذكائي، لذلك تعارض أفكاري وترفضها. ما هو رأيك يا روبين؟ أفضل أن نهاجم العربة السوداء. جميل منك أن تشاركني الرأي، فهذا يدل على ثقتك العالية بأفكاري، ولو أنك تبقى هكذا لقبلت بك عنصرا في عصابتي. ما هي التعليمات؟ ليديا ابقي إلى جانب ويل، أما أنا فسأذهب مع جون. تربط هذا الحبل هنا للطوارئ، قد نحتاجهم عند الهجوم. وكيف؟ علينا تجنب الصدام المباشر معهم، لذا سأخيف الأحصنة عن بعد. إنني أتساءل، هل كان روبن مضطرا إلى زج نفسه في مشكلة كهذه؟ ليديا، لا أدري، ولكن كان عليه أن يفعل ذلك. لا، إنه مخطئ. إنه مخطئ، ولكن هل تعتقد أن روبن كان على صواب في تصرفه الأحمق هذا؟ إن تصرفه يدل على الوعي. وهل قلت ما يخطئ؟ روبن لقد أخطأ. لقد اقتربوا. ماذا تم أن تفعل يا جون؟ سوف نرى الآن. الأمور على ما يرام. هذا طبيعي يا روبن، لن تفشل خططي أبدا. سنوزع الغنائم بعد انتهاء العملية. ماذا تقول؟ إنها ليست من حقنا، سنعيدها إلى أصحابها يا جون. ماذا تقول؟ خيل إلي أنني قد سمعت صوتا قبل قليل. فلندع أمر الغنائم الآن، يجب أن ننفذ الخطة أولا. دع الأمر لي يا روبن، نفذ ما أقوله فقط.
إنه فارغ. لقد أخفقنا يا روبن هذه المرة. نعم لقد أخفقنا. أين تختبئ يا روبن؟ لقد جئت من أجل مقاتلتك. نعم. اخرس الآن. ما النتائج؟ أخفقنا. كان عليك أن تستمع إلى رأيي. روبي، من تظنين نفسك؟ ابتعدي عن طريقي وإلا قتلتك. لا أخشى تحديدك هذا. أيتها الحنقاء. حان الوقت المناسب كي أنتقم منك. صدقيني يا ألسن أرجوك، أنا لا علاقة لي بمقتل أخيك. لا تكذب. صدقيني أنا لا أكذب. ألسن، لن أخفي عليك فلقد كنت إلى جانب أخيك جيلبرت عندما سقط في الوادي العميق. روبن، لقد حاولت إنقاذه يا ألسن ولكنني لم أستطع ذلك لأن سهما قد أصابه في ظهره ولا أدري ممن. ألسن! هكذا إذن قتلوه بسهم. حاول أن تسرع يا ماج. حاضر. تبا لقد خدعنا. إذن لن يتحقق حلمي الذي كنت أنتظره أبدا. يا لحظي السيء. خطة ذكية، أعترف بذلك. نجحنا. لقد وقع أولئك الأولاد في الفخ أخيرا وهم الآن متهمون بالسرقة. طبعا، والآنسة ألسن شاهدة على هذا الموقف.
وها هي أموال الضرائب بين أيدينا. لابد أنهم قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما شاهدوا الحجارة. إنني أقدر مكرك هذا. وأنا أقدر حبك الشديد للمال ودهاك يا هيرفار.